تحت عنوان الصحفيون في مواجهة تحديات المهنة، يأتي هذا المؤتمر العادي التاسع لاتحاد الصحفيين التشاديين، حيث بدأ الحفل بكلمة حاكم الإقليم أحمد طه محمد، والذي رحب بالحضور واصفا بأن اختيار مدينة بنغور لاحتضان هذا المؤتمر لأول مرة يعتبر حدثا تاريخيا يسجل لهذه المدينة المضيافة. ثم تناول الحديث رئيس الاتحاد المنتهي ولايته لارميلا غير، حيث عدد الصعوبات التي واجهت الاتحاد خلال الفترة المنتهية وكيف تم التغلب عليها، متطرقا إلى بعض الإنجازات التي حققت خلال تلك الفترة، كما ناشد السلطات العليا للوقوف مع الاتحاد في تحقيق إنجازاته المستقبلية. وفي كلمته رئيس السلطة العليا للإعلام السمع البصري ديدوني جوناباي، حيث سلط الضوء على الحالة غير المرضية التي تمر بها مهنة الصحافة في تشاد، كما نوه بأن هناك صحفيين يمارسون بعض الأعمال التي لا تليق بالصحفي، فطالبهم بالالتزام واحترام لوائح العمل، داعيا مسؤولي مختلف المؤسسات الإعلامية باحترام وتطبيق القوانين واللوائح التي تكفل كرامة الصحفي. وختم الحفل بكلمة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين، والذي أشاد في كلمته بالدور الذي يقوم به اتحاد الصحفيين التشاديين في محاولة تذليل العقبات التي تواجه الصحفي في تأدية مهنته، مثمنا على اختيار مدينة بنغور لتنظيم هذا المؤتمر، واعدا المؤتمرين بأن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سوف تؤخذ في الحسبان. ونذكر بأن حفل الافتتاح شهد حضور مستشار رئيس الجمهورية في الإعلام والمدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري، وسيختتم المؤتمر غدا باختيار مكتب جديد للاتحاد.